أساسات الأبنية دمرت، الجسور التي كانت هنا أيضا دمرت، ويظهر هذا من هذه النقطة حتى الطرف المقابل. المدينة مدينة درنا شقت إلى قسمين شرقي وغربي بفعل كميات كبيرة من السيول التي أتت من تلك المنطقة من الجبل بفعل انهيار سد درنا الكبير وسد درنا، وأدى ذلك إلى كميات أو إلى كميات كبيرة من المياه التي أتت من تلك المنطقة باتجاه البحر، والتي أدت أيضا إلى إغراق السكان في منازلهم. وهذا يظهر من خلال هذا المبنى كم ارتفاعه، هو عبارة عن 3 طوابق دمرت بالكامل، بمعنى أن المياه وصلت إلى ارتفاعات أكثر من 3 إلى 4 أمتار وتسببت بإغراق السكان في منازلهم. أنت مين عندك على الآن؟ عائلتي أنا، هذه عمارتنا، هذه عمارة حي، هذه عمارة بدربيلة، هذه عمارة عسرقي، هذه عاد الشيبي، ماشي عائلة بالكامل، عاد رابلسي عدد بالكامل 41 نفر عايش، حتى هنيد عدوا عشان أنا عندي خويا. أخوك لحاله ولا عند أولاد؟ عندي أخوي وعندي خالتي ورجل خالتي وعندي عاد جدي، وإن الله وإن رجعوا. وين كنت وقت الله يطول إن شاء الله بكون في الزباق؟ هذا أنا الزباق عندي كتيبة برتقالية، هذا تخش عندك يسار. ما كان في شيء؟ لا كان في شيء فوق 11 متر. بس أنت كيف ما صار لك؟ رقيت العمارة أنا مع هذه. طب ليش ما طلعتوا من المكان؟ أنتوا بتعرفوا إنه كان في سيول؟ ما كانش يعني الموضوع اللي عندنا هنا إنه ما كانش وارد إن السد بيدير دمار زيها. حاول الكثير من السكان الابتعاد عن الشواطئ باعتبار تخوفهم من أن هذا الإعصار، إعصار دانيال، قد يأتي عليهم بفعل ارتفاع الأمواج، وهربوا باتجاه تلك المنطقة باتجاه الوادي. ولكن هذا أيضا كان فخم بالنسبة لهؤلاء، حيث أن المياه تجمعت بفعل انهيار السدين في تلك المنطقة وأتت إلى هنا، وبالتالي أغرقتهم أيضا في تلك المنطقة التي كانوا يعتبرونها منطقة آمنة.